صباح الخير عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. دابا ان شاء الله عندي واحد الرحله ان شاء الله نرجع لمدينه سي سليمان. كما كتشوفونا الصباح يعني الحمد لله مازال جو زوين، الصباح زويون، كاين الغمام، ما كاين لا شمس لا والو. دابا حاليا الاخوان غنديروا الطريق هذه، الطريق هي الطريق ديال سيدي سليمان. كما كتشوف هنا مازال الغمام، ما كاين لا شمس لا والو، الحمد لله الجو زويون اليوم. هذا الجامع ديال مدينة بلقصير هو هذا، المحطة ديال بلقصير هي مازال قدام الإخوان كما كتشوفوا هي هذه. وهذا هنايا السويقة، عندهم هنا السويقة اللي كتعمر السويقة، هنا الجوطية، كانت هنا الجوطية قديمة هي هذه، حيدوها. جاتنا الفرصة باش نودعوا لمدينة بلقصير، صراحة الوداع صعيب ولكن الله غالب. فين شربت عم نول العصير هاد البلايص هاد. نخليكم الاخوان تشاهدوا الفيديو، رحله ممتعه، وانا اسف لكن يعني الاخطاء او القليل من الاخطاء او الكثير من الاخطاء، هذا هو اللي كان كنطول لكم فيديوهات، حيت كاين اللي كيبغي يعيش معك اللحظه ويتفرج فيديو كامل، ولكن للاسف كله كيفاش كيبغي الفيديوهات يكونوا، كاين اللي تيبغي مقتطفات او لقطات، هذا هو اللي كاين الاخوان. هذه الاخوان طلع ديال واد سبو، غنعرفكم على واد سبو ونصوركم شي لقطات ان شاء الله، وندخل الكاميرا في الكاج ديالها. هذه السكه ديال الماشينه، هذا هو واد سبو الاخوان. الغرب كيعتمد على الفلاحه، واد سبو صراحه واد سبو معاونو بزاف فلاحه. واد ما شاء الله، هذا الواد هذا فيه صراحه فيه الحوت، فيه كلشي مخلوط، كاين شي بلايص صافي وكاين شي بلايص مخلوطين. كل بلايص هادو راه كيبان لي الحوت كيدخلوا كيخرج هنا في هاد البلاصه هادي. نشوفوا الجهه الثانيه، ولكن الجهه الثانيه فيها القنطره ديال التران. هذه القنطره ديال التران كما كتشوفون. الناس اللي عندهم ديور على جنب الطريق، الا عنده شي كلب يرضى الله يرحم الوالديه، راه كتكون غادي في الطريق كيكون غادي شوما في الكالتي كيخرج شي كلب، الا قدر الله يطيحو ولا يدير شي كسيده، الا عنده شي كلب الاخوان يرضى الله يرحم الوالديه. هذاك النهار خرجوا لي انا 4 ديال الكلاب بجنب الطريق. اخويا انت كتخرج سي سليمان، انت كتخرج سي سليمان، صافي الله يحفظك، صافي الله يحفظك، الله يرحم والديك. لا عارف لا غير شوف في الدخله ديال سي سليمان كاين واحد الطريق كنت واقع هذه كتخرج تما، صافي
ويا ودي عار خرج فيما خرج خصني غن. الله يرحم الوالدين الله يحفظك. شتا الطريق هذه في الدخله ديال سيدي سليمان فايت شتا وعاود شتا قلت زعما كتخرج سيدي سليمان ولكن للاسف هذاك النهار قلت لكم الاخوان غنستعمل الجي بي اس ما استعملتهاش يعني صافي ملي تلاقيت شي ناس بقيت نسولهم في الطريق هادي الطريق ديال بوني بوستان هادي الطريق بوني بوستان كيقول لي اه ما استعملت لا جي بي اس لا والو وانا في هاد البلايص هادو ما كنستعملش جي بي اس الا كنت غادي شي بلاصه مجهوله ولا بوحدي كنستعمل جي بي اس انا كتلقى الدنيا عامره غنستعمل ما تستعملش جي بي اس ما كانتش الدنيا عامره كتستعمل جي بي اس عيانه فيا قاعده ملي كنكون غادي شي بلاصه كنبقى نسول بزاف انا اللي كنت غادي لمولي بوسلام راه بقيت كنسول في الطريق ديال مولي بوسلام كنخاف شي واحد يخطئني في الطريق ولا يعطيني شي طريق خاطئ كنحاول عاوتاني نزيد شويه وكنسول واحد اخر باش كنتاكد واش نفس الطريق ولا يعني كذبوا عليا الناس صراحه الناس ديال الغرب ما تسول على شي بلاصه كيصيفطك ليها نيشان ماشي بحال الناس ديال الشمال الناس ديال طنجه كتسولوا البلاصه كيصيفطك البلاصه والناس ديال الرباط تحيه ليهم حتى هما كتسولوا البلاصه كيصيفطك بلاصه اخرى اما الناس ديال الاصيله الله يعمرها دار صراحه كزاوات هما كتسول شي بلاصه كيصيفطك ليها والناس ديال سيدي سليمان عاوتاني حتى هما تحيه ليهم حتى هما صراحه حتى هما كتسول شي بلاصه كيصيفطوك ليها ولا تيفل حتى هما الله يعمرها دار قليل منهم حتى هما اللي كيزهق ديال الفخ مره مره كتصيفطو على جامعة برا كيصيفطك الجامعة ديال الجامعة ديال اش تيقولو لهم ديال الأندلس تحية ليكم الإخوان سوق الجمعة والا دابا حاليا أنا وصلت سوق الجمعة الإخوان الدخله ديال سوق الجمعه من جهه ديال بلقصيري نتوما جايين من بلقصيري أمو التفاح ها سوق الجمعة قرب يتسالى ها فيلاج هنا سوق الجمعة هنايا واحد الجريده زوينه هنا فيها قهوة ها سوق الجمعة سالينا تمشي نيشان كاين سيدي قاسم سيدي سليمان كيما شتو الاخوان دار قدالي سيدي سليمان دار قدالي 20 كيلومتر الاخوان دار قدالي 20 كيلومتر you
الترن غادا ان شاء الله راه غندير شي طرقان زوين غيعجبكم ونغير ان شاء الله من المونتاج ما نبقاش نطول فيديوهات وقناخذ شي مقتطفات باش ان شاء الله غنشري شي درون غنشري ان شاء الله شي درون وغادي لكم شي تصاورات وشي فيديوهات زوينين غتسمعوا الدرون ما غادي تبقاو ديروا والو هامو تبن هامو اللبن هامو تبن هامو اللبن شتي غندوها باش نقاو سناني حطينا غير باش نقاو سناني الطريق ديال بلقصيري هو هاد الجامع غادي القنطره ديال سيدي سليمان عندي سي سليمان من جديد الاخوان غنجيبو بكم واحد الدوار هنا في مدينة سي سليمان غنوريكم التوقيت الاخوان معايا فين وصلنا سي سليمان وصلت مع 10 ربع ديال الدقايق التليفون الاخوان ما يكونش واصل مبينش التوقيت ولكن 10 و4 ديال الدقايق دابا حاليا